تصاوب وسي راك ضربوا ضرب ما تصاوبينا والحمد لله على ساعة هذه اللي تصاوبنا هذا المشكل والحمد لله على ساعة الطريق الطريق عيانة ما يدوز معاه حتى شي واحد عيانة ومكرفسة بزاف ودوك الحمد لله زينة زوال بزاف كنديرو تقريبا ربع ساعة ساعة تقريبا دابا ربع ساعة نص ساعة تقريبا مزيانة لينا من التاتيك ولكن ساكنة المنطقة تتمنى ألا يقتصر الأمر على إصلاح الطريق بل يتعدى ذلك إلى تعبيدها. اللي كنتمناه من الإدارة المسؤولة اللي هي المديرية الإقليمية للتجهيز هو يعني استكمال هذا الطريق لأن هذا الطريق بتخلق واحد الرواج يمكن نقول رواج مهول بالنسبة لهذه المنطقة لا على مستوى الساكنة ولا على مستوى المنطقة بحكم هذه المنطقة هي سياحية. جماعة سيدي إسحاق تبعد عن الصويرة ب56 كيلومترا فكل عزلة عنها من خلال الطرق ستكون له آثار إيجابية على التنمية المحلية.